طبعا انا اليوم اخوان جماعتكم هنا وجيتكم، وكان بالنيه قبل هذا الموعد ان اجيكم حتى اعرف شنو متطلباتكم، شغلاتكم، شنو تردوا. نعم. ها عيني ها اجى المستثمر. ماشي، تخلي مر على المكتب وكل شيء سهل. طبعا اخوان اسف جدا انا تاخرت عليكم، اريد اسمع شكاويكم، طلباتكم، شغلاتكم، اي شيء ان شاء الله بنقدر عليه راح نقدمه. استاذ اريد الشارع العام يتبلط، سيارات تكسرت. سهله، وينك وسهل استاذ؟ انا اجيب لك 50 صوت وافتر على عوائلي وناسنا، بس سوي لي راتب الرعايه ان شاء الله. 13000 ما فادونا، واعتبرها مقضيه. استاذ احنا نريد البطاقه الحمراء مال الهاربين ان شاء الله. لا وخر، لا اخواني لا تبيعون اصواتكم. هذا يريد يبوق وطننا، هذا يريد يبوق احلامنا، فلا تنتخبونه. صوتك امانه، فصون الامانه.